بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد عرفة، مدرس سكر وغدد صماء أطفال. إن شاء الله هنتكلم النهاردة بإذن الله على موضوع مهم، Type 1 Diabetes in Pediatrics. بالنسبة لل Type 1 Diabetes، يعتبر من الأمراض المهمة جدا، تعتبر من الحاجات الكومن في مصر وبره مصر، والانسم بتاعها increasing في خلال آخر فترة، فلازم نكون عارفين المرض ده كويس بالنسبة للباثوفيسيولوجي بتاعه، بالنسبة للمانيفستيشن بتاعته، بالنسبة للكومبليكيشن بتاعته، وبالنسبة للتريتمنت بتاعه. فإحنا إن شاء الله بإذن الله هناخد يعني نبذة عن كل نقطة اللي إحنا قلناها دلوقتي، بحيث إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نكون ملمين بالموضوع ده بنسبة كبيرة. بالنسبة للديابيتس ميليتس عامة، هو تيزا ميتابوليك ديسيز characterized by hyperglycemia، والهايبرجلايسيميا دي بتحصل نتيجة absolute or relative insulin deficiency. يعني ايه؟ يعني احنا عشان يحصل سكر لازم يكون في نقص في الانسولين. هذا النقص يا اما absolute insulin deficiency، يعني نتيجة ان حصل فيه destruction للبيتا سيلز اللي بتفرز الانسولين، عشان كده الانسولين قل خالص، او حاجه بنسميها ريليتيف انسولين ديفيشنسي، يعني ايه نسبه الانسولين في الجسم طبيعيه بس مش كافيه لاحتياجات الجسم، زي في حالات التايب 2 دايابيتس اللي يبقى ممكن يكون في انسولين في جسمنا لكن نتيجه الاوبيستي ونتيجه العوامل الوراثيه كتير، فبيحصل فيه ريليتيف انسولين ديفيشنسي. فالدايابيتس ممكن يكون ابسولوت انسولين ديفيشنسي زي في تايب 1 دايابيتس، او relative insulin deficiency زي في type 2 diabetes. ال types of diabetes mellitus في pediatrics طبعا عندنا في انواع، اشهرهم في pediatrics طبعا type 1، وده يعتبر اكتر من 90% من السكر في الاطفال هو type 1. التايب 2 ساعات بيحصل برضو في الأطفال بنسبة أقل، بالذات أثناء فترة الأدولسنت، وبالنسبة في الأوبيس تشيلدرن، وبرضو في الفاميليز اللي فيها دايابيتس تايب 2، زي مثلا يكون الأب والأم عندهم تايب 2 دايابيتس. في عندنا other rare types of diabetes مش هنتكلم فيها كتير، بس في حاجة اسمها monogenic diabetes. monogenic diabetes يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه مشكلة بجين معين، فلو حصل فيه error فيه فبيحصل فيه أنواع نادرة من الدايابيتس، ودي نقدر نقول أنواع نادرة مش هنتكلم فيها بنسبة كبيرة. طبعا بالنسبة لنا كفسيولوجي، احنا بالنسبة لنا الانسولين بيبقى سكريتن من البيتا سيل، طبعا في بروسس كتير قوي لغاية ما يحصل فيه سكريشن بالنسبة للانسولين، لكن هو بيبقى في الاول في صورة حاجة مسميها برو انسولين، وبعد كده بيحصل له كليفج لانسولين وسي بيبتايد. السي بيبتايد بالنسبة لنا الى الان الفانكشن بتاعته مش واضحة جامد، لكن بنستخدمه كمؤشر على إفراز الخلايا بالنسبة للإنسولين. يعني إيه؟ يعني لو حد من حالات السكر ماشي بياخد إنسولين وأنا عاوز أشوف إفراز البيتا سيل أخباره إيه، طبعا مش هقدر أقيس الإنسولين لأن أنا بدام بدي إنسولين، فمش يبقى لو أنا عملت تحليل الإنسولين هيقيس الإنسولين اللي أنا بدي من بره، لكن السي بيبتايد بيديني مؤشر على إفراز الإنسولين من الجسم نفسه من البيتا سيل بتاعت البنكرياس. طبعا احنا عندنا في عشان البلد جلوكوز في جسمنا يبقى في قدر من الهوميوستيزيس، احنا عندنا في حالات في هرمونات بتربع السكر في الجسم، وفي هرمون واحد بينزل السكر في الجسم، وفي بالانس بين الهرمونز دي. فاحنا مثلا عندنا في الكاتيكولامينز والكورتيزول والجلوكاجون، كل الهرمونز دي بتعلي الايه السكر، لكن عندنا في نوع واحد من الهرمونز اللي هو الانسولين بيقلل السكر، ودايما في بالانس عشان نقدر ان البلد جلوكوز يكون في المستوى الطبيعي. بالنسبة للباثوفيسيولوجي اوف الدايابيتس ميليتس، طبعا احنا عندنا التايب 1 it is autoimmune process، بيحصل فيه autoimmune process. الاوتوميون بروسس دي بتعمل destruction للبيتا سيلز،
وفي الاول ربنا بيبقى مدينا مخزون من البيتا سيل، بيحصل فيه ديستراكشن بالتدريج فيه لغايه ما يحصل يوصل لكريتيكال ليفل، نسبه الانسولين فيه قليله خالص، فيبتدي يحصل فيه المانيفستيشن اوف ذا دايابيتس ميليتس زي ما هنشوف. طبعا عشان يحصل فيه دايابيتس ميليتس اولا بيبقى فيه جينيتك باك جراوند، ده رقم واحد. الجينيتك باك جراوند مع سيرتن فاكتورز يعني مش معروفه قوي، بس ممكن يكون فايرال انفكشن، ممكن يكون فيه انفايرمنتال فاكتور، بيحصل فيه تريجرنج للاميون سيستم، والتريجر اميون سيستم بيحصل فيه اكتيفيشن للاميون ريسبونس، والاميون ريسبونس الاكتيفيشن اميون ريسبونس يبتدي فيه يحصل فيه ديستركشن للبيتا سيلز، ويحصل فيه ديكريز في البيتا سيل ماس والانسولين برودكشن لغايه ما نوصل للتايب 1 دايابيتس. بالنسبه للتايب 1 دايابيتس بيعدي بمراحل. المرحله الاولانيه الستيج 1 بيحصل فيه زي ما احنا قلنا فيه ديستركشن في البيتا سيل، بس بيفضل لازال عندنا مخزون يقدر يحافظ على البلاد جلوكوز في النورمال ليفل. الستيج 2 بيحصل فيه مور ديكلاين في البيتا سيل ماس، فيبتدي يحصل فيه باوتس اوف اليفيشن بلاد جلوكوز، بس لسه مفيش مانيفستيشن. الستيج 3 نبتدي لا يحصل فيه ماركت ديكريز في البيتا سيل ماس، بيبقى تقريبا اقل من 20% من المخزون الرئيسي اللي كان موجود قبل التايب 1 دايابيتس. لو اقل من 20% يبتدي يحصل فيه ماركت اليفيشن في البلاد جلوكوز ليفل، وتبتدي تحصل المانيفستيشن اوف دايابيتس ميليتس اللي هنشوفها بعد. المانيفستيشن اوف دايابيتس ميليتس بتحصل ليه؟ طبعا لو رجعنا شويه هنلاقي فيه لما يحصل فيه هايبر جلايسيميا، احنا عندنا في حاجه اسمها رينال ثريشولد، الكيدني ما بتقدرش تعمل كومبليت ري ابسوربشن للجلوكوز لما يعدي 180، فيبتدي يحصل اول خطوه اللي احنا مسميها الجلوكوزوريا. الجلوكوزوريا لما بتدي يحصل فيه جلوكوز ينزل في اليورين بياخد معاه الميه نتيجه الاوزموتيك البريشر العالي بتاع الجلوكوز، يبتدي يحصل اول خطوه اللي احنا بنسميها البوليوريا. طبعا البوليوريا بتعمل سم سورت اوف ديهايدريشن، والديهايدريشن بيعمل ستيميليشن للثيرس ريسبتور، فيبتدي يحصل فيه بوليديبسيا، والبوليوريا عشان كميتها كبيره بيبتدي يحصل فيه لوس اوف ويت. طبعا بوليفيجيا من الحاجات اللي بتحصل في الدايابيتس ميتس، ممكن ما تبقاش ماركت قوي في الاطفال. السكندري نوكتورنال انريسز، يعني ايه نوكتورنال انريسز؟ النوكتورنال انريسز او البيد ويتنج ان الطفل بيعمل على نفسه بالليل وهو نايم. عندنا في حاجه اسمها برايمري، ان الطفل من هو مولود لغايه مثلا سن 4 سنين 5 سنين لسه بيعمل على نفسه، ده اسمه برايمري، بس مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. سكند نوكتورنال انريسز يعني لو كان في طفل عمل كنترول كويس قوي للبلاد جلوكوز لمده 6 شهور او اكتر، وبعد كده كنترول لليورين بالليل وهو نايم لمده 6 شهور او اكتر، وبعد كده ابتدى يعمل على نفسه تاني، فدي بنسميها secondary nocturnal enuresis، ودي من اهم المانيفستيشن اوف دايابيتس ميليتس في البيدياتريكس. طبعا ممكن يحصل فيه recurrent infection such as recurrent urinary tract infection او recurrent vulvovaginitis في الفيميل. نيجي نقول المانيفستيشن الثانيه اللي ممكن تظهر بعد كده اللي هي حاجه بنسميها الكيتوزس. احنا عارفين نراجع تاني ان المفروض ان الجلوكوز هو المصدر الاساسي بالنسبه للطاقه، الانسولين ليه دور اساسي في ان هو ياخد الجلوكوز من البلد ويدخله جوه الخليه ويستخدم كمصدر للطاقه. في حالات الانسولين ديفيشنسي بيبقى الجسم محتاج مصدر للطاقه، فبيستخدم الفات از مصدر كمصدر للطاقه، بيطلع الكيتونز اللي هي بتستخدم فعلا كمصدر للطاقه. لكن في نفس الوقت الكيتونز دي اسيدز وليها سايد افكتس، تبتدي اول خطوه تعملها ان هي تعمل ابدومينال بين وفوميتنج، والبين ده ممكن سيفير سيمولييتنج اكيوت ابدومن، يعني ممكن يبقى مس دياجنوز از ابندسايتس او مس دياجنوز از انترستاينال اوبستراكشن. في نفس الوقت لما الكيتونز بتزيد اكتر هي اسيدز، فتبتدي تاثر على البي اتش اوف ذا بلاد، تبتدي تعمل ميتابوليك اسيدوز، والجسم كرد فعل بيبتدي يعمل رابيد ديب بريثنج اللي احنا بنسميه الكوزمول بريثنج، هيعمل عشان يعمل ووش للسي او 2 اللي هو اسيدز، بحيث يحاول يعمل قدر من الكومبنسيشن بحيث يحافظ على البي اتش على قد ما يقدر في الرينج الطبيعي، لان السيفير فلكتويشن في البي اتش ممكن ياثر على الانزيماتيك سيستم بتاع الجسم كله، ولو سيفير قوي ممكن يؤثر يؤدي الى الديث.
برضو في حالات الدايابيتيك كيتو اسيدوز بيحصل فيه بروجريسيف ديهايدريشن اللي هي ممكن توصل لمرحله الشوك، وفي نفس الوقت الشوك بيقلل البلد اللي رايح للكيدني وبيقلل البلد اللي رايح للبرين، فيبتدي يحصل فيه ديستربت كونشس ويبتدي يحصل فيه كوما. النقطه اللي عاوزين ناكد عليها هنا مهمه جدا، ان المانيفستيشن of diabetes mellitus وال complication بتاعته سواء ketosis أو diabetic ketoacidosis محتاجة قدر كبير من التركيز. ليه؟ لأن ممكن يشابه أمراض تانية. يعني إيه؟ لو إحنا عندنا في زي ما إحنا قلنا ممكن يحصل فيه abdominal pain و vomiting، وبرضه بيبقى فيه dehydration، فممكن تبقى misdiagnosed as gastroenteritis. برضه بيبقى فيه severe abdominal pain و vomiting، فممكن تبقى misdiagnosed as appendicitis وانترستانيال اوبستراكشن. بيبقى فيه رابيد ديب بريثنج، فممكن تبقى مس دايجنوزد از ريسبيراتوري اذر ريسبيراتوري ديس اوردرز والمانيفستيشن بتاع الشست انفكشن او كده نتيجه الريسبيراتوري ستريس اللي بيبقى موجود. ممكن تبقى مس دايجنوزد مع اذر كوزز اوف كوما وديستربت كونشس. فنخلي بالنا ان هو المانيفستيشن لازم اكون مركز واخد هيستوري كويس عشان اعرف اشخص، لان هتتشابه مع امراض كتير. لو جينا اتكلمنا بالنسبه للانفستيجيشن المطلوبه للدياجنوز، عندنا في مجموعه من الانفستيجيشن انكلودنج اول حاجه الراندوم بلاد شوجر. وطبعا لما بنتكلم عن الراندوم بلاد شوجر اللي احنا بنقول عليه ده لو مش البين بريك مش الكابيلاري، احنا بنتكلم الفينوس ده اللي بيستخدم في التشخيص. الكابيلاري ده بس للفولو اب او سكرين، لكن التشخيص لازم يكون في فينوس بلاد سامبل. لو الفينوس بلاد سامبل انا لو عندي في مانيفستيشن زي مثلا بوليوريا وبوليديبسيا ولوس اوف ويت، يكفيني لو راندوم بلاد شوجر 200 او اكتر عشان اقول ان البيشنت ده دايابيتك. لازم برضو نراجع شويه معلومات. احنا عندنا النورمال بتاع البلاد جلوكوز بتاعنا كام، الفاستنج الطبيعي بتاعنا لغايه 99، من 100 ل 125 بنسميه امبيرد فاستنج، ومن 126 فيما فوق بنسميه دايابيتس. نفس القصة عندنا في 2 hours postprandial أو الراندوم الطبيعي لغاية 140، من 140 ل أو 139، من 140 ل 199 بنسميه impaired glucose tolerance، و 200 أو أكتر بنقول إن هو diabetes. لو أنا عندي في عينة وردية سكر 200 أو أكتر وعندي manifestation فبقول patient ده عنده diabetes. زي ما احنا قلنا ممكن نستخدم الفاستنج و 2 hours postprandial. ده بالنسبه لحالات ايه؟ الحالات اللي مش جايه سيفير، لا حاله جايه في بعض المانيفستيشن البسيطه، فبطلب تحليل فاستنج و 2 hours postprandial عشان اشوف البلد جلوكوز بتاعي كام حسب الكريتيريا اللي احنا قلناها. في حاجه اسمها الاورال جلوكوز توليرنس تيست، في بعض الحالات اللي هي البوردر لاين بندي حاجه اسمها كميه كبيره من الجلوكوز بطريقه معينه حسب وزن الطفل، وبنقيس السكر كل نص ساعة وبيترسم منحنى للسكر. ولو احنا ده بيحدد اذا انا نورمال ولا في امبيرد جلوكوز توليرنس ولا في مرحلة الدايابيتس. بس طبعا ما ينفعش حالة تكون جاية مثلا في الاستقبال فيها بوليوريا وبوليديبسيا وفيها كيتوزيس واقوم طالب لها سواء فاستنج او 2 اورز بوست برندل او الاورال جلوكوز توليرنس، ده يؤدي الى تأخير في التشخيص. لا، ده بتستخدم في بعض الحالات اللي التشخيص فيها مش واضح. برضو الهيموجلوبين اي 1 سي او بنسميه السكر التراكمي، ده بيديني مؤشر عن السكر في اخر 3 شهور اخباره ايه. الطبيعي لغايه 5.6، من 5.7 ل 6.4 بنسميها امبيرد، بنسميه يعني بري دايابيتس او بوردر لاين، ومن 6.5 فيما فوق بنعتبره ان هو سكر. الدايابيتيك كيتو اسيدوزس ليها بعض التحاليل عشان نقول ان البيشنت ده دايابيتيك كيتو اسيدوز. طبعا البلاد جازس لو انا عندي فيه البايكارب اقل من 16 والبي اتش اقل من 7 او 3 من 10 يبقى انا دخلت في دايابيتيك كيتو اسيدوز. برضه الرينال فانكشن مهمه جدا، لان الدي هايدريشن ممكن توصل لمرحله ان هي تعمل حاجه بنسميها بري رينال فيلير، تعمل نتيجه ان كميه البلاد اللي رايحه للكيدني بتبقى قليله. الصوديوم بوتاسيوم مهم، لان برضو الخلل في الجلوكوز بطريقه او اخرى ممكن ياثر على الليفل اوف الصوديوم والبوتاسيوم.
وبالذات البوتاسيوم مع بداية العلاج هيبتدي يتاخد انسولين، والانسولين نفسه ممكن يأثر على معدل البوتاسيوم اللي في الجسم. تحليل اليورين اناليسيس عشان الكيتوزيس ولو في اي مصدر ليورين تراكت انفكشن. الامرجنسي مانجمنت بتاعنا بيختلف، انا بتعامل مع حاله ايه؟ هل انا بتعامل مع حاله في شوك؟ يبقى في الشوك لازم اخد شوك ثيرابي، بيتاخد سلاين انترافينس سريع من 10 ل 20 مللي بير كي جي. لكن لو الحاله مش شوك يبقى احنا بنبتدي ندي فلويدز الاول، وبعد كده بنبتدي ندي بس في الحالة بدي كي ايه بنبتدي ندي انسولين انفيوجن. لو الحالة مش في شوك ومش في دي كي ايه لكن في كيتوزس يبقى احنا بنتكلم يعني لا ما الكيتوزس ما وصلش الدرجة ان هو يوصل لدايابيتيك كيتوسيدوزس، لا يبقى احنا بندي انسولين وندي اي في فلويدز، مش شرط ان احنا ندي انترافينس انسولين. لو الحالة في هايبر جلايسيميا بس يبقى احنا بندخل على فلويدز والانسولين سبكوتينيوس على طول. فحسب كل تشخيص وكل مرحله لها العلاج بتاعه. لما نيجي نتكلم على التريتمنت اوف دايابيتس ميليتس، طبعا اول حاجه هتكلم عليها الانسولين ثيرابي، لان هو يعتبر الانسولين ثيرابي هو الكورنر ستون للعلاج للدايابيتس ميليتس. تمام، مفيش علاج لتايب 1 دايابيتس من غير انسولين ثيرابي. طبعا عندنا في انواع مختلفه من الانسولينز موجوده، والدوزس اوف انسولين تختلف من يعني مرحله السنيه بتاعه الطفل. احنا بس لازم الاول نكون فاهمين ان الجسم بيفرز الانسولين ازاي. احنا عندنا على مدار اليوم كله في انسولين موجود في الخلفيه، سواء باكل او ما باكلش، ده الطبيعي في جسمنا اللي بنسميه البيزال انسولين، ده شغال 24 ساعه. فايدته ايه؟ فايدته ان في مراحل الفاستنج لو البيزال انسولين مش موجود، الليفر نتيجه البروسيس بتاعت الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس هينزل سكر كتير في الدم، فيحصل فيه ارتفاع في نسبه السكر في الجسم فوق الطبيعي. فالبيزال انسولين ده بيعمل بالانس بحيث يمنع ان البروسيس بتاعت الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس ان هي تزيد عن المستوى الطبيعي، فيفضل معدل الجسم في السكر في الجسم الطبيعي. وبعد كده بقى وقت لما بنيجي ناكل سواء فطار او غدا وعشاء نسبه الانسولين بتزيد في الجسم عشان تقدر تعمل كفر للسكر اللي جاي في الوجبات المتتاليه. في انواع من الانسولين مختلفه بتستخدم عشان نحاول نشابه الجسم بيعمله او اللي ربنا عامله عندنا. ففي انواع بتبقى ممتده المفعول لفتره طويله، وفي انواع من الانسولين بتشتغل سريع. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بناخد نوع من الانسولين بيشتغل فتره طويله وشغال 24 ساعه بنسميه بيزل انسولين، وبناخد نوع من الانسولين اللي هو قصير المفعول اللي هو البولس انسولين اللي هو بيتاخد مع الوجبات سواء فطار او غدا او عشاء. فاحنا كده بناخد نوعين من الانسولين، واحد بيتاخد يقعد شغال 24 ساعه، والنوع الثاني بناخده مع الوجبات فطار وغدا وعشاء. في حاجات برضو نكون عارفينها دلوقتي موجوده بنسميها الانسولين بومب. الانسولين بومب ده عباره عن جهاز بيبقى بيركب جواه الانسولين، والانسولين اللي فيه بيبقى سريع المفعول، وده بيدي انسولين لحظه بلحظتها، فبيشابه بيدي انسولين على مدار ال 24 ساعه بيشابه البيزل انسولين اللي احنا بنتكلم عليه، ووقت الاكل بطريقه ما بيدي كميه من الانسولين تغطي كميه الاكل اللي متاخده، وطبعا ده بيدي فلكسبيليتي ومرونه اكتر في انضباط السكر. بعض الانواع المضخات دي بيبقى معاها السنسور زي موجود على الشمال، السنسور ده بيقعد يقيس 24 ساعة وبيدي داتا بالنسبة للمضخة. طبعا قياس السكر ده جزء أساسي في أي كنترول للسكر، لازم نقيس السكر. الطريقة التقليدية إن إحنا بنقيس عن طريق الشكة، لازم عشان نبقى نعرف نضبط الجرعات لازم نكون شايفين القياسات بتاعتنا عبارة إيه. والحاجات المتطوره دلوقتي اللي بقت موجوده ان بيبقى فيه سنسور بيركب على الجلد، وده بيقيس السكر 24 ساعه
نقدر نتابع السكر اللي نسبة السكر الموجودة في الدم بدون ما يحصل فيه وغز وتعب بالنسبة للطفل. طبعا واحدة من الحاجات الرئيسية اللي برضو بتساهم في نقدر نقول من الكورنر ستون لعلاج السكر ان احنا لازم نضبط السكر، نضبط الاكل. احنا مش هندخل فيه بالتفصيل بس نبقى عارفين لازم الاكل ده يكون كافي معدلات النمو بالنسبة للطفل. واهم نقطة لازم يتم ضبطها كمية الكربوهيدرات الموجودة في الأكل، مفيش أكل إحنا ما بنقللهاش بس لازم تكون مناسبة لكمية الأنسولين، وده عن طريق حاجة بنسميها الكارب كاونتينج، هي طريقة معينة لضبط كمية الكربوهيدرات عشان نعرف نحسب جرعة الأنسولين، دي بنسميها الكارب كاونتينج. الكارب كاونتنج معتمد على ايه؟ ان بطريقه معينه بنحاول نحسب كميه الكربوهيدرات الموجوده في الوجبه. فبالنسبه للكارب كاونتنج زي ما احنا قلنا هي طريقه بتحاول على قد ما نقدر نحسب كميه الكربوهيدرات الموجوده في الوجبه. ليها اكتر من طريقه بس اعتمادها بتعتمد على ايه؟ ان بنشوف كميه الكربوهيدرات الموجوده في الوجبات المتتالية. فنفترض مثلا أن كمية الكربوهيدرات الموجودة في الربع رغيف العيش هي بتساوي نفس كمية الكربوهيدرات الموجودة في التفاحية، ومن خلال معرفتنا لكمية الكربوهيدرات الموجودة في الوجبات المختلفة نعرف نضبط جرعة الأنسولين. وده برضو بيدخل معانا ان احنا لو اكل من بره مصنع بيبقى القيمة الغذائية اللي موجودة عليها نبقى عارفين كمية الكربوهيدرات الموجودة فيها عشان نعرف برضو نضبط جرعة الانسولين المناسبة للوجبة اللي احنا بنتكلم عليها. لو جينا اتكلمنا بالنسبة للكمبليكيشن بالنسبة للدايابيتس ميليتس احنا عندنا فيه شورت تيرم كومبليكيشن، طبعا زي ما احنا قلنا اهمهم هي diabetic ketoacidosis. بالنسبة ل diabetic ketoacidosis زي ما احنا قلنا ان state of acidemia نتيجة ال excess الketones production، ودي بتبقى characterized in blood glucose اكتر من 200، وبيبقى فيه ketones في ال blood وفي اليورين، ويبقى فيه ال pH اقل من 7.3 وال bicarb اقل من 15. ال complication التانية ال acute اللي ممكن تحصل اللي هي ممكن يحصل hypoglycemia نتيجة الانسولين، لو high dose of insulin اتاخدت فممكن يحصل severe hypoglycemia يحصل hypoglycemic coma، ودي حلها بيبقى طبعا عن طريق ال intravenous glucose او عن طريق intramuscular injection of الجلوكاجون اللي هو بيرفع الجلوكوز على طول. لو ده او ده مش موجود بندي زي جلوكوز جيل او عسل على الخد من جوه عشان يحصل امتصاص سريع بالنسبه للسكر. اللونج تيرم كومبليكيشن اللي ممكن تحصل في حالات الدايابيتس احنا عندنا ممكن يحصل فيه مايكروفاسكولار كومبليكيشن، ودي غالبا بتاثر على الكدني، ولو طبعا ده لو ما فيش انتظام بالنسبه للسكر، لو في انتظام ان شاء الله ما ياثرش على حاجه، ممكن تاثر على الكدني تاثر على الاي، فدي اكتر اتنين مايكروفاسكولار كومبليكيشن ممكن تتاثر. بعد كده المايكروفاسكولار كومبليكيشن ممكن يبتدي يحصل تاثير على المدى البعيد فيحصل فيه اثيروسكلروزس، ويبتدي يحصل بمشاكل اثيروسكلروزس. برضو من المايكروفاسكولار كومبليكيشن ممكن تحصل اللي هي النيوروباثي، ممكن يبتدي يحصل هي المايكروفاسكولار كومبليكيشن النيوروباثي والنفروباثي والريتينوباثي. دول الثلاث حاجات المايكروفاسكولار كومبليكيشن بتاثر، والمايكروفاسكولار كومبليكيشن نتيجه الاثيروسكلروز. واحده برضو من الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل نقدر نقول عليها مش كومبليكيشن بس اسوشيشن الاذر اوتو اميون بروسس، دي مش كومبليكيشن لا دي اسوشيشن، ان زي ما في اوتو اميون بروسس حصلت وعملت ديستراكشن للبيتا سيل ممكن اذر اوتو اميون بروسس تحصل وتعمل تاثير على حاجات اخرى، اشهرهم ان يبقى اسوشيشن معاها اوتو اميون ثايرويدايتس، او يحصل فيها مرض معروف بنسميه السيلياك ديزيز اللي هي حساسيه القمح، وده مرض لازم لو موجود لازم يتشال القمح من الاكل، يا اما على المدى البعيد لا قدر الله ممكن يعمل مشاكل كبيره. الروتين لاب اللي احنا بنعملها في حالات الدايابيتس طبعا هيموجلوبين A1C كل من 3 ل 4 شهور،
الثيرويد فانكشن وقلنا عشان الاسوشيت اوتو اميون ثيرويدايتس، المايكرو البومينوريا عشان عباره عن تيست بيبقى دقيق وايرلي لحالات النفروباثي، الليبيد بروفايل عشان قلنا في الماكروفاسكولار كومبليكيشن ممكن تحصل، الانفستيجيشن للسيلياك ديزيز اللي احنا قلنا ده الاذر اوتو اميون ديزيز اللي ممكن يحصل، والفندس اكزامينشن عشان الريتينوباثي اللي قلنا ممكن يحصل. ده الروتين انفستيجيشن المفروض تتعمل في حالات الدايبيتس، المفروض تبقى سنويا فيما عدا الهيموجلوبين اي 1 سي زي ما احنا قلنا بيبقى كل من 3 ل 4 شهور. الكونكلوجن زي ما احنا قلنا دايبيتس ميليتس ده اتز مرض بقينا بنشوفه كتير، فلازم نكون حاطينه في اعتباراتنا مهمه جدا. المانيفستيشن اوف دايبيتس ميليتس بتو سيمولييت اني اذر ديزيز زي ممكن نقولنا سيمولييت الجاسترونترايتس او الاكيوت ابدومن او ريسبيراتوري ديستريس، عشان كده لازم اكون حاططها في اعتباراتي ولازم اخلي بالي جدا، لان ممكن لو انا في استقبال اي نوع من الاستقبال سواء جراحه او اطفال او بطنه ممكن يجي لي حاله بمانيفستيشن مختلفه، فلازم اكون اعرف اشخص كويس. العلاج الكورنر ستون طبعا هو انسولين بالاضافه للنيوتريشنال ثيرابي، وطبعا عندنا في انواع الجديده من الانسولين هي ده المفضله بالاضافه للحاجات الجديده زي ما قلنا الانسولين بامب والسنسور اللي بتساعد في انضباط السكر. وشكرا جزيلا، وان شاء الله تكونوا يعني عرفنا نوصل بنسبه كبيره فكره ومعلومات عن السكر النوع الاول. شكرا جزيلا.